حرفة النحاسيات من الحرف التقليدية القديمة التي تعود بالإنسان إلى ذكريات الأجداد، وتعتبر مطلباً لزوار المدينة للحصول على الأدوات النحاسية بأنواعها المختلفة وأشكالها الأخاذة كدلات القهوة والمجامر والصواني النحاسية المنزلية والجرر والطناجر النحاسية. لي بالمصلحة من عام 1964 ولا زلت فيها ومتعمق فيها، ومصلحة قديمة قديمة جدا ميكن، يعني كل شيء بتطلب حسب الطلب اللي بيجينا من نوع النحاسيات نحن بنشتغله حسب الطلب. يعني هلا عند المنك هدول برقان، عند المنك هلا بايدنا عمال مندق الدلل القهوة، وفي عند المنك هدول جرار فول، عند المنك منقل هذا مشان النار، في عدة شغلات. يعني هلا انا عندي صنف اصناف تقريبا شي 20 موديل، حسب الطلب اللي بيجيني بقوم في العمل وبقدمه للزبائن. تعلمت المهنة من طفولتي وتعلمتها من والدي الدق على النحاس، فبأثناء عملي وطورنا المصلحة ضفنا للمشروع انه الزخرفة النحاسيات، الاشكال، الالوان، اضفنا اللون الذهبي، اضفنا لون النقل، فيعني اعطيناها رونق اخر عن المصلحة القديمة، واضفنا لها صارت جمالية اكثر، صارت متطلبة للمنازل ديكور افضل وهالاشياء كلياتها. فتغير النموذج العمل القديم للعمل الجديد، فبيطلب هو كديكور اكثر الشيء حاليا، كعمليا هو نحاس عملي. مهنة النحاس تحتاج للدقة والاتقان والصبر، ومتوارثة من الاباء للابناء، حرصا على استمراريتها وعراقتها، وحافظ بعض الحرفيين عليها وعملوا على تطويرها عبر إضافة الزخرفات والألوان النحاسية لإعطائها جمالية أكثر.